السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ست لبنى عبد الرضا، معلمة مادة العلوم للصف السادس الابتدائي من مؤسسة الشروق التعليمية الأهلية. موضوعنا لهذا اليوم يتحدث عن نشأة القارات والمحيطات. الفكرة الرئيسية من هذا الموضوع أن صفائح الأرض دائمة الحركة، وينشأ عن حركتها تغير معالم سطح الأرض وتنوع تضاريسها، ومن ذلك تنشأ القارات والمحيطات. يقسم سطح الأرض إلى يابسة وماء، وتقسم اليابسة إلى 7 قارات. ماذا نعني بالقارة؟ القارة هي مساحة واسعة جدا من اليابسة، وتحيط بها المياه من جهتين أو أكثر. القارة هي مساحة واسعة جدا من اليابسة، تحيط بها المياه من جهتين أو أكثر. ويوجد في العالم 7 قارات، وهي آسيا، أفريقيا، أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأستراليا، والقارة القطبية الجنوبية. وتقسم هذه القارات حسب زمن اكتشافها، إلى قسمين. القسم الأول يسمى بالقارات العالم القديم، تسمى قارات العالم القديم، والقسم الثاني هو قارات العالم الجديد. قارات العالم القديم وهي القارات التي يسكنها الإنسان منذ القدم، مثل آسيا، أفريقيا، أوروبا. أما القارات العالم الجديد ونعني بها القارات التي اكتشفها الإنسان حديثا من خلال الرحلات الاستكشافية، مثل أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا والقارة القطبية. اكتشفت قارة أمريكا الشمالية عام 1498 ميلادية من قبل الرحالة الإيطالي المعروف كريستوف كولومبوس. كيف يفسر العلماء نشوء القارات والمحيطات؟ إن أشكال القارات يمكن أن تشكل نموذجاً واحداً إذا ما وضعت معاً، وهذا له دلائل سوف نوضحها في الشرح التالي. وضع العالم ألفريد واغنر نظرية الانجراف القاري. ماذا تعني نظرية الانجراف القاري؟ تعني أن القارات كانت سابقاً كتلة واحدة كبيرة غير منفصلة، وكان الماء يحيط بها من الجوانب الأربعة، وتسمى بانجيا. انقسمت القارة الكبيرة إلى كتلتين كبيرتين بفعل الحركة التباعدية للصفائح. كتلة اتجهت شمالا كونت قارة لوراسيا. عندنا كتلة اتجهت شمالا كونت قارة لوراسيا، وتجزأت إلى أوروبا، أمريكا الشمالية، وآسيا. أما الكتلة الثانية فقد اتجهت جنوبا كونت قارة غوندوانا، حيث تجزأت إلى أفريقيا، أمريكا الجنوبية، وأستراليا. ابن سؤال يقول: إلى ماذا أدى هذا الانجراف القاري؟ أدى هذا الانجراف القاري إلى تكوين أجزاء من اليابسة التي شكلت لاحقاً القارات والمحيطات. هناك أدلة كثيرة تدعم نظرية الانجراف القاري وتدعم صحتها، ومن هذه الأدلة أنه يمكن أن تشكل القارات الخمسة، آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية، كتلة واحدة عند تقارب حدودها الخارجية مع بعضها. والدليل الثاني أنه تم العثور على عدد كبير من الأحافير لحيوانات ونباتات تعود لنفس النوع في أمريكا الشمالية وأفريقيا، وهذا يدل على أن هذه الكائنات الحية تعيش يوماً، كانت تعيش يوماً ما في مكان واحد. ولوحظ أنه تشابه نوعية التربة الموجودة في قارة آسيا، قارة أستراليا وأفريقيا.
إذن هذه الدلائل الثلاثة هي تدعم نظرية الانجراف القاري. كيف نشأت البحار والمحيطات؟ نشأت البحار والمحيطات كما نعلم أن الأرض كانت سابقاً كتلة واحدة متصلة، والماء يحيط بها من جميع الاتجاهات، وقد تفتتت هذه الكتلة مكونة القارات، وحصرت مساحات مائية واسعة، وتكونت منها محيطات خمسة توجد على أرضنا اليوم، ومن هذه المحيطات هي المحيط الأطلسي، المحيط الهندي، المحيط الهادئ، المحيط المنجمد الشمالي، المحيط المنجمد الجنوبي. وتمثل المحيطات كما علمنا سابقا نسبة 71% من مساحة سطح الأرض، وتستند نشأتها إلى نظرية الانجراف القاري من خلال الأبحاث التي أجراها العلماء، وأثبتت هذه النظرية تطابق كبير بين سواحل أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وعلى ماذا يدل هذا التطابق في السواحل وبعض القارات؟ يدل على أن هذه السواحل كانت سابقاً تشكل أرضاً يابسة واحدة متصلة. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. تمنياتي لكم بالموفقية والنجاح.